مرحبا بحضراتكم مرة أخرى في الثروة الحيوانية، معايا الأستاذ محمود من إينا، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. والله أنا ممكن نتكلم الأستاذ. اتفضل كلم الدكتور أسامة سامع. عندي عنبر دجاج. تمام. التجهيز عندي التكييف صحراوي طبعًا. تمام. هو نظام المية يعني، ممكن يتغير بنظام فريون اللي هو محدد فيه البلازما وما شابه يعني. تمام. هو ده السؤال، عندك تكييف صحراوي ينفع تحوله لفريون او بلازما؟ يعني انت عايز تعدل التكييف نفسه ولا عايز تدخل تكييف بلازما صحراوي ونظام نظام ميه فريون عادي يعني؟ طيب بشكرك وتابع يعني. الدكتور اسامه هيرد عليك. طبعا حضرتك لا ما تركبش فريون، الفريون غالي ومكلف، انما حضرتك الانظمه اللي معموله بتاعه الخلايا التبريد بتاع التكييف الصحراوي اللي عندك معموله غلط، محتاج لها بعض التعديلات هتتعدل لك وهتاخد كفاءة تبريد أفضل من الفريون وأفضل من البلازما اللي أنت بتتكلم عليه. البلازما جدا مكلفة واستهلاك كهرباء مرتفع جدا، إنما هدي لك حاجة وتتعمل يتعمل لسعادتك نظام أفضل رقم بكتير حضرتك. تحت أمرك. عايز أسألك رأيك إيه في قانون 70؟ طبعا حضرتك قانون 70 احنا كنا محتاجينه من 2009 وكان يستمر بالعمل. حضرتك الناس اللي بتهاجم لمصالح شخصية وليس لصالح البلد. أنا شغلي حضرتك مصر ومفيش غيرها بديل، نشتغل صح ونمشي صح. قانون 70 لازم يطبق وكان بأقصى سرعة. أنا حضرتك أبحاثي كلها من أول الدكتوراه في 98 إلى سنة 2009 حاطط كل هذه التوصيات وحاطط طرق المعالجة بتاعتها ازاي وتتنفذ ازاي وتعمل ازاي. انا كنت سعيد جدا لما اشتغلت في 2009، وان لما جاء القدر حصل ورجعنا تاني وبدأنا عشان نحي هذا الموضوع ده لازم يا فندم. اولا محلات الذبح اللي موجودة عندنا، ما يزعلوش مني انا هتكلم بمنتهى الصراحة ولا ليس لي اي تحيز لأي بني ادم، انا بقول يا مصر محلات الذبح اللي موجوده حضرتك طريقه الذبح غلط يا اخوانا، اللي في الرياشات دي غلط يا اخوانا، بتهتك الفرخه وبتلاقي حضرتك كل المفاصل بتاع الفرخه انت تطبخها هتلاقيها الدم متركن فيها ما نزلش وما تصفى، فذبح غير صحي. ده الطامه الكبرى اللي بتزعجني، بلاقي حضرتك الرياشات اللي موجوده في السوق عامل لي رخامه في السوق وحاطط عليها الدجاج بيقطعه اوراق وصدور ومتعرض في الحراره والدبان والقرف، يا نهار اسود. دي الامراض كلها يا اخوانا، دي الامراض اللي افظع من كده حضرتك. ده اللي بيتشيبني وانا مصور كل الكلام ده، اللي بيتشيبني تيجي عربيه اخر النهار تاخد المخلفات الذبح، واحنا بقى في الصيف بقى بالذات تبقى الريحه ضربه ودود في قد كده وياخدوها ويودوها مناشر وينزلوها، مش عاوز اتكلم بقى فيه. طيب شكري من كفر الشيخ، اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. انا بس يعني عاوز يعني بشكر الدكتور اسامه طبعا على الافاده الجامده دي، وبتمنى ان يكون في دورات تدريب ويبقى في نشر للثقافه الجديده دي وللشباب ان هو يتعلم ازاي يعمل دوره تربيه او ازاي ان شاء الله جديده. طيب انا هطلب منه الطلب ده وان شاء الله هيبقى ضيفي في معظم الحلقات بحيث ان احنا نتكلم عن الدورات الارشاديه دي وكل المشاهدين يشوفوها ويستفيدوا منها. تمام. بالنسبه للشباب لو حد عاوز ياسس مزرعه جديده يعني يقدر يستفيد من خبرته ومن الدكتور وعلمه طبعا. دكتور اسامه ما بتاخرش عن حد، هو قال كلمه انا اسف ان انا هرد دكتور اسامه الاول اللي هو قال لي مصر مصر مصر، وده اللي انا يعني الحمد لله عاهدت الدكتور اسامه عليه، دايما بلاقيه في اي موقف يقدر يساعد فيه اي مواطن مصري بيقف جنبه وبدون اي مقابل. يعني انا دي يعني حصلت فعلا ومساعدات حقيقيه للمربين اللي هم المفروض مستثمرين بيكسبوا، هو قال لك لا انا بخدم مصر. ف بشكرك وانا برضو هدي رقمك للدكتور اسامه، بشكر حضرتك. قانون 70 أيوة. في منتهى الخطوره طبعا يا فندم. تيجي نيجي بقى حضرتك المزارع ونقل الترانسفير بتاع الطيور من مكان لمكان، دي خطر. ايوه خطر جدا. كل حضرتك ما قلل المسافه ترانسفير القطيع للمجازر، والمجازر بقى حضرتك ايه بعد اذنك، اللي واحد يجي يقول لي المجازر عندنا مش صح اقول له اسف ارجع ارجع، عندنا مجازر يا سامح بيه على ارقى مستوى وحصلت كلها على شهادات الايزو، وحضرتك الذبح صحي. حضرتك تتخيل، انا هقول بقى حاجه لاول مره انا بقولها سر،
تتخيل حضرتك انا باجي من بيتي من طنطا اسافر للاسماعيليه عشان اجيب من مجزر آلي بدون ذكر اسمه عشان ما نقولش اللي فيه دعايه، رغم ان احنا المفروض نقول على 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 الاماكن الجيده عندنا. طب انا هسرق منك حاجه، حضرتك قلت لي باجي من طنطا للاسماعيليه. الاسماعيليه يعني كده انا ما عنديش مجزر في طنطا. نعم ما عنديش مجزر. خمس مجازر في طنطا. انا حزين في 2009 اول ما طلع القانون ادوا تصريح لشركات خمس مجازر اتعملت في محافظه الغربيه في منتهى الجمال. تمام في منتهى الجمال، لكن للاسف يا فندم كلها واقفه، كلها واقفه. الحديث صدفيه. طب في اتهام تاني بقى. ايوه انا يعني معجب بصراحه حضرتك، ما انتوا عايزين تشغلوا المجازر دي فعشان كده بتقولوا لنا مش هيبيع او مش هيتم تداول الطيور الحيه. بعد اذنك، اولا حضرتك الصحي للانسان المصري، حضرتك الفراخ اللي مذبوحه في المجازر بتتذبح بطريقه صح، حضرتك الفرخ اول ما بتتعلق من رجليها يحصل الذبح بتفضل متعلقه، تمام؟ كل الدم بتاعها بينزل، والطائر نفسه بنسميه ايه؟ بيفرفر. ايوه فبيبتدي يتحرك فالدم بينزل كل حضرتك بينزل، تحصل عمليه الاستدماء. الاستدماء كامله بيخش حضرتك على الريشات عشان يشيل الريش في الصمت بتاعها، بيعمل فاكيوم، شفت زي والدتي زمان لما بتاخد في البيت كده وتنتف الريش، انما مش الجهاز الصوابع دي عماله تك تك عماله تفرك في الفرخه وتهري فيها وتهري في عظمها، ده ذبح غير صحي. المجازر ذبح صحي يا فندم، ذبح صحي يا فندم. ده بالاضافه حضرتك كل المجازر اللي شفتها الممتازه في مصر باي سكيورتي فيها عالي جدا، عندها حضرتك الكوكرز كل مخلفات الذبح وهي فريش سخنه بتخش على الكوكر تتطبخ وتتعجن وتطلع مركزات صحيحه 100% بيئيا. المجزر الالي حضرتك ما بيطلعش منه اي وسط مطلقا، حتى الميه اللي بيتم استخدامها في عمليه الصمت بتروح محطه المعالجه داخل المجزر وبترجع يستخدمها تاني. ايوه فاذا من الناحيه البيئيه على اعلى مستوى، على اعلى مستوى المجازر. انت هتعرف حضرتك تتخيل، ده انا حزين، شغالين بطاقه كام يا فندم؟ اللي منهم شغال بقى بيقول انا شغال على اخري، بتاخد 50%. اهلا يا دكتور. ده انا بقول لحضرتك ايه؟ فوجئت ان في 30 و40 ده بيقول لي ايه؟ انا بشتغل ساعتين أيوة. في الاسبوع. ايوه يا فندم. يعني انت بتتكلم بقوله يعني الكلام ده حقيقي؟ ايوه يا فندم. بعد الاستثمارات الضخمه دي انت بتكلمني في مصر في مجزر متكلف 500 مليون جنيه. ايوه يا فندم. عشان تشتغل ساعتين؟ ايوه يا فندم. أيوة. على فكره احنا مش بنتكلم في قانون 70 عشان مصلحه فئه، على لا يا فندم احنا بنتكلم صحه المستهلك المصري، الصحه والسعر طبعا. طريقه البيع حضرتك بتشوفها ازاي؟ لا 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 سيئه للغايه. يعني لما بيجي السمسار يتعامل مع صاحب عمبر ده كارثه كبيره. ده بقى حضرتك معلش اوزعت مرات بياخد مجهود المربي، ضلال في ضلال. ايه سمسار ده؟ ايه سمسار ده؟ حضرتك قاعدني على قهوه ماسك لي التليفون بيعمل ايه ده؟ بيدمر شبابنا؟ بيدمر الصناعه؟ انا عايزك تشتغل بس بسعر البورصه، حضرتك تاخد منه وتودي المجزر. حضرتك ما فيش حاجه اسمها تاخد سمسار. المجزر الاتي يا فندم، المجزر هيتم التعاقد، انت لك حصه، دي قوتك. خليك تشتغل الثلاث نبطشيات، ثلاث دوريات بتشتغلهم في اليوم، كل دوريه 8 ساعات. حضرتك انت ما عندك مزرعه فلان وفلان 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 وفلان، دول متعاقدين معك في المجزر، بحيث ان مفيش مجازر تيجي تلعب مع المربي تيجي تقول لا والله انا مش فاضي لك اذبح لك النهارده. أيوة. انا اسف انت متعاقد معايا، انت متعاقد معايا، اي يوم انت بتقول لي خلاص اخرتني يوم هتتحمل ثمن العلف اللي هيتاكل للقطيع. تمام معايا عشان نمشي العمليه مظبوطه. اتفضل يا محمد. لو سمحت اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك يا استاذ اللي انت بتتكلم فيه ده كله غلط، انت عايز تقعد يجي ثلاث اربع. السلام عليكم. عايز لا وطي التلفزيون وعلشان اعرف منك الصح، وطي التلفزيون خالص. ماشي ثانيه واحده وطي التلفزيون. ثانيه واحده، الوقت الحلقه بيجري. طب ثانيه واحده يا استاذ، ثانيه واحده. احنا بنتكلم على ان في حاجه اسمها مصلحه مجتمع، وبنتكلم طبعاً. على ان في ناس شايفه ان ده هيضرها، عايزين نسمع منهم طبعاً. علشان مصالح الجميع. سلام ورحمة الله وبركاته. قول لي المشكلة بسرعة بعد إذنك، أو قول لي إيه رأيك يا أستاذ. اديني ال يا حضرتك على الهواء، قول لي رأيك، أنا سامعك. ماشي يا أستاذ، الدكتور بيحكي فيه ده غلط. قول لي الصح، قول لي الصح. أقول لك على الصح
الصح الصح اللي هو بيقوله ده غلط. رايك ايه؟ ايوه راي حضرتك ايه؟ اللي انت هترجع الرشاوي زي الاول على ايام حسني مبارك. الرشاوي بسبب ايه؟ انت تعديك 10 مليون ولا 7 8 بسبب مليون. ايه؟ بص الرشاوي هتبقى، بص يا محمد انا عايز اسمعك وعايز الدكتور اللي هيجي ياخد له 100 جنيه ويمشي، العسكري اللي هيجي ياخد له 100 جنيه ويمشي. لا انت بتتكلم على شواذ للقاعده واللي هيطبق عليه القانون او هيتم ضبطه. القانون اللي انت تعيد له 10 مليون، مين ال 10 مليون؟ ما تقول لي علشان نلحقهم. انا عايز، بص اسمعني يا محمد، انا مع ال 10 مليون يا محمد، انا مع ال 10 مليون اللي انت بتقول عليهم دول، وهقول واحد هيبقى واقف جنبيهم. هم مين ال 10 مليون؟ ماشي يا استاذ سامع. مين ال 10 مليون دول؟ التلفزيون ليه مشغله؟ مين صحابات المحلات؟ مين اللي هيقعدهم؟ بشكرك يا محمد، بشكر حضرتك دايما يعني. انا بشكرك علشان انت مولع التلفزيون، مش عارفين نتواصل، ووقت الحلقه بينتهي احنا عايزين نتكلم على اصحاب المحلات. اصحاب المحلات خايفين قلقانين. لا لا بس لا لا. سريعا لوقت الحلقه ما يقلقش، حضرتك كل اللي يحصل عنده المحل بتاعه السيراميك من فوق لتحت، ثلاجات العرض هتبقى موجوده، شوف حضرتك هيبقى عليه الاقبال شكله ايه. هيشتغل زي الفل يا فندم. تمام. هتجيله عربيات مبردة بالتلاجات لغاية المحل بتاعه، هتنزله في تلاجات العرض. حضرتك شوف اي هايبر من الموجودين دول بتخش تلاجات العرض بتشوف شكلها ايه. وخلي بالك حضرتك بيقولك الفرخة هتبقى غالية. لا يا فندم، هتبقى رخيصة عن دلوقتي، هتبقى رخيصة، لان حضرتك هو ما بيحسبش الفرخة، هو بياخد الفرخة الحية الكيلو سي، هفترض سي بعشرين جنيه، هيقف عليه الكيلو اكتر من 27 جنيه. ليه؟ لان في عندي لما بيذبح بياخد نسبه التصافي والتشافي هي 70%، في 30% دافع ثمنهم في الفاضي. الوقت جري بينا. تمام. وباخد منك وعد ان احنا نستكمل إن ممكن شاء ان شاء الله الحلقه القادمه نتكلم. كاحد المتصلين قال انا عايز، انا شاب وهبتدي اعمل المشروع ده. تمام. ايه دراسه الجدوى؟ تمام. استاذنك الاسبوع الجاي نناقش دراسه الجدوى ان شاء الله. وبرضه هاكد على نقطه اخيره، قال رقم غريب قوي، قال انتوا عايزين تقعدوا 10 مليون في البيت، احنا 100 مليون. معنى كلام حضرتك ان في 10% من الشعب المصري عندهم محلات او رياشات، او ان انت بتحسب ايضا العاملين داخل هذه الاماكن. مفيش حد هيتضرر، انت محل بيبيع دواجن، ما هوش محل للذبح. الدواجن هتجيلك مبرده، نفس الدواجن اللي كانت بتجيلك. كل اللي انت محتاجه النهارده ثلاجات للعرض وعندك العمال بتوعك، لان انت هتحتاج بائعين وهتحتاج طبعا نقل وخدمات. فانت محلك شغال زي ما هو. بالعكس انت هتحدث من تجارتك، هيبقى في عوامل امان حيوي اكتر، المظهر العام انضف بكتير. لو في عماله زائده، شركات الدواجن النهارده والمجازر ابتدت تشتغل، هتشتغل بكامل طاقتها، هتحتاج عماله، والعماله دي تخش دورات تدريبيه، هيبقى في فرص عمل تليق بالمواطن المصري. دعوه مني في برنامج الثروه الحيوانيه، هنناقش الملف ده اسبوعيا. اللي حابب ان هو يكون ضيفي من سمسار، صاحب مزرعه، تاجر، مواطن ليه وجهة نظر، أرقامنا موجودة، اتصل بفريق الإعداد هيتواصل معاك، تنورني في الاستوديو ونتناقش، علشان إحنا في الآخر يهمنا مصلحة المجتمع، مصلحة المواطن المصري عموما. مفيش فئة على حساب فئة، بالعكس إحنا بينا يعني إيه أمان حيوي، بينا سلامة وأمان الغذاء المقدم للمواطن المصري إزاي يكون خالي من الأمراض، إزاي في نفس الوقت نحافظ على ثبات الأسعار، إزاي يتم الحفاظ على صناعة الدواجن عموما. بعد اذنك سامح بيه قبل ما نقطع الكلام سريع. أيوة. حضرتك نرجع للسبعينات، كان كل الشعب المصري ما ناكلش غير الدجاج المجمد من الشركه العامه او المؤسسه العامه للدواجن. انا كنت فاكر وانا طفل صغير بقى في الجمعيات وباخدها مجمده. احنا كمان دلوقتي مش بنتكلم على المجمد، على الفريش، هيتم بيعه طازج اللي هو المبرد اللي بيتم ذبحه، اللي مده صلاحيته تتراوح ما بين 6 أيام أو 7 أيوة. ايام. أيوة. المجمد ده الزائد عن احتياج السوق المصري هيتم تجميده، علشان في وقت الحاجه ما استوردش من الخارج. تمام. يبقى عندي موجوده الدواجن اللي اتذبحت على ارضي اللي انا شفتها وتاكدت منها، والعمل مستمر 24 ساعه، ما فيش حد هيقف رصيف ولا العمل شتر. مستمر، وحديثنا ان شاء الله هيبقى مستمر، لان احنا عايزين في النهايه نفيد مصر ان شاء الله. بشكر حضرتك الدكتور اسامه زعتر، استاذ نظم واقتصاديات تربيه وانتاج الدواجن، نورتني. الله يخليك باذن الله نستكمل الحديث عن صناعه الدواجن. شاهدي برنامج الثروه الحيوانيه، ووعد ان احنا معاكم علشان نسمع منكم، وعلشان نقدر في النهايه يكون في رضا تام اثناء تطبيق القانون داخل المجتمع. مصلحه جميع الاطراف تهم الدوله، كل راي بيتم الاخذ والتدقيق في كل ملحوظه قالها، علشان في النهايه انا بقول احنا يهمنا مصلحه مصر. شكرا لكم والى اللقاء.